من القدس المحتلة ينضم إلينا مراسل الغد أحمد البديري أحمد ما الذي يحدث الآن حيث تقف ولماذا كل هذا التصعيد من قبل شرطة الاحتلال الآن شرطة الاحتلال أغلقت وأوسطت البلدة القديمة كلها م. كل أبواب البلدة القديمة الآن مغلقة إضافة لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى وذلك في إطار ما يسمى رفع الحالة الأمنية ورفع حالة التأهب الآن لا يوجد هنالك أي مسلم داخل المسجد الاقصى بعد ان تم ابعاد كل المسلمين من المصلين والسدنه والحراس والموظفين التابعين لدائره الاوقاف الاسلاميه والان كلهم اخرجوا خارج المسجد الاقصى، قبل قليل خرج اخر آه الحراس تحدثنا اليه وقال بانه عمليا الذي يحدث الان بان جنود جيش الاحتلال هم في داخل المصلى آه قبه الصخره المصلى الذهبي وايضا في المصلى القبلي وفي كل المصليات هنالك عمليه تفتيش وقال بان هذا اخر ما رايته، الذي حدث بانه قبل حوالي ساعة من الآن كان هنالك شاب دخل ومعه مفرقعات هذه المفرقعات يبدو بأنه قام بإطلاقها اتجاه غرفة تابعة لشرطة الاحتلال هذه الغرفة هي أصلا موجودة داخل المسجد الأقصى في الساحات وهذه المفارقات هي التي أدت إلى اشتعال تلك الغرفة أوه. الأهالي وبعض شهود العيان يقولون بأن كل الموضوع هو مفبرك وبأن ما حدث هو افتعال لأزمة جديدة خاصة وأن هذا الحدث لم يحدث على سبيل المثال يوم الجمعة عندما يكون هنالك عشرات الآلاف من المصلين طيب وأين هو, هو الشاب أحمد يعني قبل أن تستطرد أو في, في روايات شهود العيان أين هو الشاب أصلا الذي قيل أنه ألقى آآ آآ يعني او كان سببا في هذه النيران في المخفر اين هو الشاب علينا علينا ان نكون حذرين في التعامل مع هذه المساله لان هنالك طرفان، الطرف الاسرائيلي الذي يسعى للسيطره على المسجد الاقصى، المخابرات الاسرائيليه، جيش الاحتلال، الاجنده السياسيه، الانتخابات وما الى ذلك، وهنالك طرف اخر وهو الطرف الاسلامي الذي يحاول الحفاظ على المكان، وبالتالي فان كل التحقيقات التابعه لشرطه الاحتلال هي في نهايه المطاف ليست تحقيقات يمكن الاعتماد عليها كمصدر مستقل لانها منحازه. هذا الشاب لا نعرف مصيره ولكن شرطة الاحتلال قالت بأنه تم اعتقاله في نهاية المطاف الذي حدث أنه اليوم كان هنالك جلسة للمحكمة الإسرائيلية بخصوص مصلى باب الرحمة وهذه المحكمة لم تأخذ قرارا بإغلاق مصلى باب الرحمة كما كانت ترجو شرطة الاحتلال بل أجلت هذا الموضوع لبضعة أيام وذلك الاستئناف فيما يسمى المفاوضات الجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين دولة الاحتلال على الاعتبار بأن موضوع المسجد الأقصى هو يتبع السيادة الأردنية بمعنى الوصاية وهذا منصوص عليه في اتفاقيه ودي عرب الاردنيه الاسرائيليه الموقعه وبالتالي فقط المحاكم الدوليه يمكن لها ان تتعامل مع المسجد الاقصى في نهايه المطاف وبعيد طيب عن يعني من كلامك احمد القضاء الاسرائيلي آه آه لم يساند الجانب الاسرائيلي وتحديد النيابه العامه ولهذا السبب احمد انه ما يتم تداوله الان انه هذا بذاك يعني ربط مساله مصلى باب الرحمه بما يحدث الان في قبه الصخره هكذا افهم كل محامي وكل قاضي وكل نيابه عامه في هذه الدوله في دوله الاحتلال هنالك دائما ما يسمى بالملف الامني هذا الملف الامني اذا تم وضعه على طاوله القضاء فعمليا القضاء ينحاز تماما للامن، وبالتالي هنالك محاوله لافتعال ملف امني الذي بدوره سوف يؤدي الى اضعاف الموقف الفلسطيني، واصلا الاوقاف الاسلاميه لا تتعامل ولا تذهب الى المحاكم الاسرائيليه ولم ترسل حتى محامين لانها تعتبر بان المحاكم الاسرائيليه ليست بصله، ولكن اذا تتبعنا القضيه وليست قضيه باب الرحمه ولكن قضيه المسجد الاقصى منذ اكثر من عام ونصف نرى بان هنالك افتعال لازمات امنيه متتاليه نتفكر قبل شهرين كان اقتحام مصلى قبه الصخره، نتفكر من قبلها موضوع البوابات، وبالتالي هنالك افتعال لازمات امنيه داخل المسجد الاقصى، وبالتالي تحويل الموضوع من قضيه متنازع عليها كما يريد القضاء الاسرائيلي بين فلسطينيين واسرائيل الى قضيه امنيه وليس الى قضيه سياسيه، وبالتالي يحكم الامن القبضه، الحكومه الاسرائيليه خارج الاطار، هي لا تتحدث فيها هذا في الموضوع حتى تصريحات اردان وهو وزير الامن الداخلي لا وزن لها نحن قبيل الانتخابات الاسرائيليه، الموضوع متروك الى الامن الاسرائيلي، الشباك الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي، الاجهزه الامنيه الاسرائيليه، نعم ولكن اولئك الفلسطينيون الان بينما نحن نعم نتحدث يتوافد جزء منهم من خارج البلده القديمه في محاوله الدخول، يمنعون على بوابات البلده القديمه، وهنالك طبعا بعض الدقائق سوف تبدا صلاه العصر، ولغايه الان هذه الابواب ما زالت موصدة امام المسلمين. سنبقى في متابعاتنا معك لكل جديد، شكرا جزيلا احمد البديري مراسلنا من القدس المحتله.